احنا الحقيقه بدينا ببعض الفعاليات هذا العام، وان شاء الله الفعاليات اللي شفتوها اعلنت امس حتكون في جميع المناطق ابتداء من مواسم حتتوها في الشرقيه، في جده، في الرياض، في العديد من مناطق المملكه. ولكن احنا بدانا الحمد لله تنفيذ بعض ما ذكر امس في المؤتمر الصحفي. نعم استاذ عمرو، هل المعلنه كانت تستهدف 2019 فقط؟ بعضها تستهدف اخوي اسماعيل 2019، بعضها اشياء باذن الله ستتكرر في عام 2019 والعوام القادمة بإذن الله في 2020، وتكون مسابقات سنوية بإذن الله نراها ليس فقط هذا العام، ولكن جميع ما ذكر أمس احنا بنحاول ان احنا نستهدفه بإذن الله في المملكة العربية السعودية في جميع المناطق ابتداء من هذا العام بإذن الله. نعم، ما هو حجم الشراكة مع القطاع الخاص؟ طبعا احنا هيئه الترفيه احنا جهه مشرعه ونبني القطاع هذا وليست جهه منفذه، فالقطاع الخاص هو القطاع الذي يبني القطاع هذا وله الدور الكبير، فالجهات التنفيذيه التي تنفذ جميع الفعاليات اللي احنا نقوم بها هي من القطاع الخاص، فاحنا مجرد انه احنا نستقطب بعض الفعاليات هذه ونتشارك مع القطاع الخاص وندعمهم لتنفيذها، فجميع ما تروا هو بناء شراكات مع القطاع الخاص لأن هم المحرك الأساسي في قطاع الترفيه. طب أستاذ عمرو، يعني كم حجم أيضا سؤالي هنا، كم حجم الوظائف المتوقعة وبالتأكيد كم مردودها المادي على المملكة؟ طبعا في وظائف مباشرة وفي وظائف غير مباشرة في هذا القطاع، إن شاء الله نتوقع حلول عام 2020 نستهدف أكثر من 200 ألف وظيفة بإذن الله بحلول عام 2030، والحجم المتوقع لهذا القطاع يفوق بإذن الله 30 مليار ريال كعائد للناتج القومي. نعم، هل من جداول أيضا أستاذ عمرو، يعني هل من جداول زمنية تسعى من خلالها بالتأكيد الهيئة لتكثيف نشاطاتها كالإجازة الصيفية والأعياد واليوم الوطني؟ نعم طبعا بعض الفعاليات بإذن الله حتتم في أوقات اللي هي المواسم المختلفة في أنحاء المملكة، مواسم الأعياد، مواسم الصيفية، مواسم إجازات المدارس، وحتروا إن شاء الله مواسم جديدة نبنيها مع جهات أخرى. وجميع هذه الفعاليات تم أيضا إطلاق أمس منصة جديدة وهي منصة عيشها. منصة عيشها هي تستبدل منصة روزنامة السابقة. ممكن المستمع أو المشاهد يتابع منصة روزنامة حقت هيئة الترفيه لمعرفة التوقيت والمكان لجميع الفعاليات بإذن الله. عذر عن الإطالة أستاذ عمرو، لكن السؤال الأخير، هل ستبحث الهيئة إنشاء مقرات دائمة كما تعلم لإقامة الاحتفالات في مدن المملكة؟ نعم، أعلن طبعا المعالي دكتور الشيخ عن إن شاء الله الاستثمار في قريب 7 مواقع جديدة ابتداء من المدن الرئيسية جدة، الرياض، والدمام، والشرقية، وإن شاء الله حتكون في الأعوام القادمة 5 مدن أخرى مستهدفة ننشئ فيها مرافق ترفيهية بإذن الله. نعم، ما كان معنا الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو أباناجا، شكرا جزيلا لك أستاذ عمرو ونتمنى لكم التوفيق.